طفليه. عمر وأدم القيسي دفعا ضريبة خلاف والديهما موفق ووصال. أسئلة كثيرة طرحت واجتهادات قانونية ومحاكم ومرافعات وحركة محامين، ولكن النتيجة واحدة: أم سلب ولداها من حضنها ووالد في السجن بانتظار حكم القضاء. كيف نام عمر وآدم ولماذا لم يستيقظوا بعد؟ شهادة لوصال المأمون الوالدة، تقرير لجوستان إسحاق. من بعد ما رجع حكم القاضي بحكم المشاهدة، يعني هو مضي بالمحكمة انه لازم 4 يجيبهم، جابهم لساعة 5. لما فتحت الباب وفات ولادي، فات آدم مش طبيعي وصار يقول لي البيت عم بيطير، يعني يقول لي لقطة الكنبيات، يقول لي ليه صايرة كتير مامي، انت اي وحدة منهم؟ رجع عمر قال لي شربنا دواء ابيض بس نياكي نياكي شو مقرف، انا ما قدرت ابلع واستفرغته، بس يا مامي ادم بستفرغه بس ضله كل الوقت نايم، ادم نايم وبابا فيقه 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 لنش لعندك على البيت. ساعتها يعني قلت اكيد اكيد في شيء، وصار ادم الحمد لله طبيعي برحمة الله، يعني الحمد لله رب العالمين ومش الحال. الأحد اللي بعده كان أصعب أحد بحياتي، مستحيل هيك أحد يمرق. بعده قتل لي ولادي. دق على الباب عادي مثل كل احد، وعلى سبت بدهم يروحوا على البحر. صارت الساعة 4 ما حدا اجى، صارت الساعة 5 ما حد اجى. اتصلت فيه 3 مرات ما رد علي. 7 الا 3 رن سلولاري. الو موفق شو؟ الساعة 7 الا 3 قال لي لعبنا 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 وناموا، تعبوا وناموا. ونمت معهم. ايمتى جاي؟ قال لي يلا يلا هلا فيق الاولاد وبيجي لعندك. قلت له فيقهم؟ قال لي اتركيهم نايمين. قلت له بدي احكي معه بموضوع ضروري لابني، بدي اقول له شغله ضروريه فيه. قال لي ليكي وصال انا ما بدي اياكي تزعلي ابدا، تزعلي ابدا ابدا ما تزعلي، وسامحيني واتركيهم نايمين، حاج وقت فيقيهم اتركيهم اتركيهم نايمين. هاللحظه هاي حسيت بركان، ما هو بارد ما هو سخن، ما مي تلج ما يسخني، حسيت احساس بحياتي ما حسيت، حسيت انه قتلهم، حسيت انه قتلهم. أنا بعرف إنه هني بيضة وبعرف إنه هني مع رب العالمين، بس أنا مشتاقلهم كثير، جابوا لي شم ريحتهم وأحملهم وضلوا